هاي بالنسبه للخيانه ويأشر مين؟ المرشح اللي اختاره الناخب، المرشح يعني المرشح اليمين. هسه مثلا بروح هسه هاي وين؟ ما راح اعبرها مين؟ اجازة تعب، راح اجيبها لها انا مثلا. مكتب انتخابات ميسان ينظم ندوات تثقيفية لشركاء العمليات الانتخابية من منظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية والمرشحين والدوائر والمؤسسات الحكومية من أجل إشاعة الثقافة الانتخابية وزيادة الوعي الانتخابي لدى شركائنا في العملية السياسية، وكذلك حث الناخبين على استلام بطاقة الناخب البايومترية. أصبح عدد المرشحات في على مجالس محافظة ميسان 48 مرشحة، وهذا يعطينا بشائر جيدة لتوجه المرأة بالتمكين السياسي ومواقع صنع القرار، ونطمح أيضا ليس أنه يكون تمكين أو مشاركة شكلية فقط، وإنما نطمح أن تكون أو ندعو من أصحاب الكتل أو الرئاسات اللي تبنت هذه المرشحات أن تعطيها الدور الكامل في تمثيل اللجان المهمة. يوم الانتخاب وما هو الانتخاب وكيف الاقتراع وكيف آلية الانتخاب بالضبط، وكذلك تحديد الموعد الخاص والعام. هنالك عدة أسئلة تتساءل للمواطن. دور المرأة بالمجتمع شلون صار واضح، وذلك من خلال تمكين المرأة بالمجتمع وصل إلى الدور السياسي وإقبال أكثر من 48 مترشحة داخل محافظة ميسان، ولأول مرة في تاريخ المحافظة هذا الشيء. نشاهد أن دور المرأة في المجتمع إذا كان التمكين في العملية السياسية يكون حقوق المرأة وحقوق الطفل والحقوق العامة وحقوق الإنسان يكون لها صدى واسع في المجتمع، ذلك بسبب عاطفة المرأة اللي تتحكم بهذا الموضوع، ودائما النساء تميل للنساء، فراح يكون صدى لهذا الموضوع واسع. راح يمضي إعاز هذا الجهاز لهذا الجهاز، إنه تم خزن هاي الباركود لهذا الناخب، راح يصور.